ليا مسافرو الحرب، فيلم من إنتاج شركة الأمير للإنتاج الفني، استطاع أن يحتل الصدارة في مهرجان أيام قرطاج السينمائية بعدد من الجوائز. طبعا أهمها وأبرز جائزة الفيدرالية الدولية للصحافة السينموغرافية التي نالها الفيلم لتميزه وفق ما ذكر القائمين، إضافة لجوائز عدة رح يخبرنا عنها مخرج الفيلم جود سعيد اللي معنا باتصال هاتفي من اللاذقية. يسعد صباحك يا جود وألف مبروك. صباح الخير ويبارك فيكي يا زينب، شكرا كثير لكم وشكرا للإخبارية السورية على اللهفة وإضاءة على اللي صار من يومين بقرطاج. أنا آسف على صوتي بس مرضان شوي. سلامة قلبك. سلامة قلبك يا جود، يسعد لي صباحك. جود، ذكرنا بالمقدمة جائزة الاتحاد الدولي هي بالبداية للنقاد السينمائيين يلي نال فيلم مسافرو الحرب ضمن مهرجان قرطاج. خلينا بالبداية نحكي أيضا عن الجوائز يلي قدر أنه يحصدها الفيلم. الحقيقة السيبريسي كانت هي عشية الختام، يعني بالليلة اللي بتسبق حفل الختام الرسمي ليوم قرطاج. بحفل الختام الرسمي تبعت الجوائز بجائزة الجمهور اللي هي طبعا بتصير عن طريق التصويت، تصويت الناس اللي حضرت الفيلم بالعرض الاول. هي كانت مفاجاه كبيره لانه انت عم تاخذي جائزه الجمهور من الافلام التونسيه. يعني كان في ثلاث افلام تونسيه مشاركه بالمسابقه الرسميه، وقدر مسافروا الحرب انه ياخذ هذه الجائزه منهم. استمرت الجوائز بجائزه الصوره، والنهاية كانت الجائزة الأهم طبعا اللي هي التانية البرونزي. يعني مسابقة المهرجان عمليا لديها ثلاث جوائز، التانية الذهبي والفضي والبرونزي، فنحن كانت البرونزي من نصيبنا. نعم جودة، يعني كثير انحكى ايضا ان كان من تصريحات المشاركين بايام قرطاج السينمائية او خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاعل الجمهور التونسي وامتلاء الصالات لحضور فيلم مسافرو الحرب. خبرنا عن هذا التفاعل، كيف كان الجو، كيف كانت الاصداء والاراء، وخاصة انه هذا الفيلم يعني هو فيلم سوري وايام قرطاج السينمائية الى خصوصية كثير بهي المجال. ايه طبعا هو فيلم سوري من انتاج لبناني، هي كمان هيك حاله خاصه في الفيلم. الفيلم عرض ثلاث مرات، المره الاولى هي بقاعه اسمها الكوليزي تتسع لحوالي 1700 شخص. كانت القاعه ممتلئه عن اخرها، رغم انه بنفس اليوم كان يعرض فيلم تونسي عرض خاص لمخرجه توفيت ولم يشاهد الفيلم. فكنا يعني ما حدا كان متوقع انه الصاله تعمل كومبلي، ولكن كانت فل. والعرض الثاني هو بمدينه السخافه بصاله 700 شخص، ثاني يوم كمان كان كومبلي. العرض الثالث صاله تقريبا 400 شخص برضه كان كومبلي. الجمهور استقبل الفيلم بحب شديد. طبعا مهرجان ايام قرطاج السينمائيه بيميزه عن اي مهرجان عربي اخر وحتى عن بعض المهرجانات العالميه جمهوره. كم الحضور اللي بتحققه الافلام هو كثير عالي، بس هذا الجمهور صعب. يعني هو ممكن بعد ربع ساعه او ثلث ساعه اذا الفيلم لم يستطع ان يجذب انتباهه يعمل علاقه معه ممكن يطلعوا. يعني صارت باحد الافلام اللي حضرناها وفيلم مسابقه الناس صارت تطلع بالعشرات، يعني نعم هو جمهور صعب وبتخليك تحطي ايدك على قلبك. نعم جود، خلينا نحكي أكثر ونعرف المشاهدين عن فيلم مسافرو الحرب، لكن يمكن يلي ما بيعرف فكرة الفيلم وشو هي الظروف يلي تنفذ فيها هذا الفيلم. أيضا خلينا نحكي عن كواليس الفيلم وقد ايه بيعني لك. يعني بالبداية لازم أشكر شركة الأمير على اللي وفرته لهذا الفيلم. طبعا هن يعني وفروه لانه كان ببالهم يقدروا يعملوا فيلم كويس، فيلم يحقق حضور، وكان باول ظهور للفيلم قدر يعمل اربع جوائز لايام قرطاج. هي شغله يعني حدث لم يحصل من سابقا لا في السينما السوريه ولا يمكن
بعربية يعني إنه فيلم إذا يفوت يعمل 4 جوائز يوم قرطاس سينمائية. الفيلم هو حكاية بهاء اللي هو الأستاذ أيمن زيدان، وزيله تحية كبيرة كبيرة اللي يعني خليني أقول أكيد نصبح عليه لأنه يسعد صباحك. فبهاء موظف في بسيط في شركة كهرباء أحلام، عنده بنت مهاجرة. يبدأ بهاء برواية حلم أو إذا بديك مشتهى لبنته. هذا الحلم بياخده برحلة مع مجموعة من الأشخاص، بيغير لهم مسارهم، بيمنحهم الحب، بيحقق لهم أحلامهم. هلأ كيف تنتهي هذه الرحلة وكيف يعيش هؤلاء الأشخاص هذه الرحلة؟ هون لعبة الفيلم. نعم 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 جود، يعني الرسالة اللي حبيت توجهها عبر مسافرو الحرب لكل العالم، من سوريا لكل العالم، شو هي الرسالة؟ أنا بشوف الفن دور الأول هو أن يطرح أسئلة. مسافرو الحرب يطرح سؤال: ألا يحق لنا أن نحلم بوطن بلا عنف، بوطن بلا حرب، بوطن يمنح أبنائنا والأجيال اللي جاي أمل بحياة كريمة؟ يعني هيك إذا بدنا نلخص المقوم. نعم أنا بدي أقول مبروك للسينما السورية، مبروك لجود، مبروك لكل من اشتغل بحب بمسافرو الحرب، وأكيد بنتمنى دائما الفيلم السوري أو السينما السورية يكون إلى محل دائم بأي تكريم أو أي مهرجان لأيام سينمائية، يكون إلى اسم يليق بالمبدعين اللي عنا ياهن. شكرا لك جود، وسلامات لأهل اللاذقية. شكرا كثير لكم، ومرة ثانية شكرا للإخبارية السورية على اهتمامك بالفارب تونس. شكرا كثير، وشكرا لكل اللي عم يحضرونا. جود سعيد المبدع يلي دائما نرفع راسنا فيك باخراجك وبصداقتك، شكرا كثير لك، واكيد بنرفع الراس فيكم انتم يلي عم تمثلونا بجميع المحافل، اكيد باسم سوريا عم ترفعوا عالي. ميرسي كثير لك يا جود. شكرا، وهذا من لطفك وذوقك. شكرا لك.